أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعاية الطبية للصالح والخاطئ للقريب والبعيد للصديق والعدو وأن أبذل وسعي في استنقاذ حياة الإنسان من المرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأكتم سرهم وأستر عيبهم وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى والله على ما أقول شهيد. ولدت في مستشفى جبلة وقد كان للعمل التطوعي اليد الأولى في مساعدتي على النجاة. في قصة أمي دائما تحكيها لي إنه كانت ولادتي متعسرة، كان ممكن يفقدوني لولا الله ثم هذه الطبيبة المتطوعة اللي كانت تملك من الإمكانيات ما يمكنها من إنقاذ شخص تعسرت ولادته. أمي دائما كانت تعيد علي هذه القصة، كانت تحاول إنها تعيدها علي أكثر من مرة، أنا ما كنتش أعرف ليش هي كانت تعيدها علي. كبرت وسط أسرتي، كان في معايا أخ أكبر مني، كنا متقاربين بشكل كبير جدا، كنا دائما نحاول إن احنا نحصل على المراكز الأولى في المدرسة، لأن أهلنا كانوا يقولوا لنا أي شخص يتفوق في دراسته ممكن يكون طبيب ناجح مستقبلا. طبعا كنا نحاول إن احنا نتنافس بشكل كبير جدا. يوم من الأيام دق بيتنا أحد الجيران، قال أحد أفراد الأسرة تعرض لحادث سير وتم إسعافه إلى المستشفى. حينها كنت أنا وأمي فقط في البيت، انطلقنا على طول إلى المستشفى. قابلنا طبيب الطوارئ، قال لنا إن الشخص اللي أسعف كانت جراحه قوية، كان في نقص في الكادر الطبي الموجود في المستشفى. توفي هذا الشخص، توفي أخي مجد. مش بس مجد اللي توفي، مات فيني الكثير من الأشياء. أنا لا أنكر أنها ماتت فيني السعادة اللي كنت أحصل عليها لما نتنافس في المدرسة، ماتت فيني الروح اللي كنت أتحدى فيها مجد إني ممكن أكون طبيب أحسن منه. مجد هو الذي دفعني إن أنا أكون طبيب. حينها أنا كنت مش مصدق الكلام إلا اليوم، لأن مجد كان هو الشخص الوحيد اللي ماسك بيدي ويقول لي تعال نحقق الهدف. بس شيء واحد ما ماتش، ما ماتش فيني إن أنا أحقق هذا الهدف، إن أنا أحقق هدف مجد وأسرتي وهدفي. مرت السنوات، التحقت في كلية الطب. مرة من المرات وأنا راجع في السنة الخامسة من كل من الدراسة، كنت راجع ليلا من المستشفى، الدنيا ظلام، لاحظت في أحد الأشخاص أو لمحت أو تخيلت أحد الأشخاص يسقط في حفرة. واصلت طريقي ومش متأكد أنا فعلا هل في شخص سقط أو لا، لأنه بس كلمح يعني، بس في شيء منعني إن أنا أواصل طريقي وأرجع. رجعت لهذا المكان، فعلا وجدت شخص كبير في السن مرمي داخل الحفرة هذه، ما حدش كان ممكن يعرف عنه. وقفت الشارع اللي كانوا موجودين، أسعفناه مع أحد السيارات إلى إحدى المستشفيات القريبة، وواصل طريقي إلى البيت. في اليوم الثاني اتصل لي أحد أقرباء الأسرة ويقول لي يا دكتور أحتاج طبيب يشوف عمي اللي سقط في حفرة أمس. وقتها وقفت أنا مصدوم، إن عمل الخير حيكون قريب من صاحبه مهما اعتقد إنه بعيد. هذا الشخص اللي أنا ساعدته هو أحد أقربائي،
أنا ما كنتش عارف أنا. أنا سامي يحيى الحاج، بكالوريوس طب عام وجراحة، ملتحق بتخصص القلب والقسطرة القلبية. كلكم عشتوا الفترة، كلكم عشتم في الفترة الماضية الخوف، كورونا الحدث الأكبر والأعظم في هذا العام. كيمنيين كنا نقف خلف الشاشات نلاحظ أعداد الإصابات، أعداد الوفيات في دول كبرى، وواثقين أن منظومتنا الصحية لن تكون عائق أمام هذا الوباء. الكل فكر بأهله، بأصدقائه، بمحبيه، بأقرب الناس له. وصلتم إلى قناعة أنكم ستفقدون أحد هؤلاء الأشخاص. وفعلاً وصل فيروس كورونا إلى اليمن، أصيب الكثير، انتشرت الشائعات، الناس هلعت، توفى الكثير، توفى الكثير أيضاً من الكادر الطبي، مما سبب هلع أشد بين الناس. جنود الجيش الأبيض قاموا بما عليهم، قاموا بما يستطيعون القيام به، لكن كان في تقصير. كلكم بتقولوا تقصير في اليمن، لا، تقصير في جميع دول العالم. إحنا نتعامل مع فيروس جديد، تصلنا تحديثات إلى يومنا هذا على هذا الفيروس. ما كانش في يد الجيش الطبي إلا أنه يتعامل مع هذا الفيروس على حسب الإمكانيات المتاحة. في تلك الفترة كانت تصلني الكثير من الاستشارات، سواء عن طريق الهاتف، عن طريق وسائل التواصل، في الشارع. الكل يشتي يسأل ما هو المرض، الكل ما يسأل ما هي الأعراض، ما هي الوقاية، ما هو العلاج، كيف ممكن نقي أنفسنا من هذا المرض. الكل متعطش إنه يتكلم مع طبيب، لأن المعلومة الطبية من الطبيب تكون لها قيمة أكبر. أنا سألت نفسي سؤال، كان سؤال مهم، وكان هذا السؤال ناتج عن الطبيبة المتطوعة اللي تطوعت من أجلي. بعدها ظهر تأثير القصة اللي أمي كانت دائماً تعيدها علي، كأن أمي كانت بتجهز سامي يكون طبيب متطوع. أيضاً ظهر أمامي مشهد وفاة أخي مجد. هل لو كان في متطوعين في هذا الوقت في الشارع أو في المستشفى، هل ممكن كان مجد موجود معنا؟ لا اعتراض على قدر الله، ولكن وضعت هدف واحد فقط، هم الناس المتواجدون في الشارع، من سيثقف هؤلاء؟ من سيهتم بهؤلاء؟ من ممكن يخليهم يعرفوا الكارثة الموجودة في العالم؟ هم مش معهم تلفزيونات، هم موجودين في الشارع، هم يصحوا ويناموا في الشارع. من هنا أتت لي فكرة أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية. من هنا قررت أن لن أبخل على أي شخص بأي معلومة طبية علمني الله، وسأقدمها في كل مكان، في السوق، في المسجد، في الشارع، في المنظومة الصحية أيضا. ولن تقتصر هذه المعلومات على أن أقدمها في مركز صحي فقط. من هنا استشعرت القسم اللي أنتم سمعتموه بداية الحديث، سمعتوا كيف القسم هذا شديد جدا. إحنا الأطباء كرسنا حياتنا لدراسة كتب الطب، وكتبنا على أنفسنا أننا سنكون بعد الله نحافظ على حياة الإنسان، وحياة الإنسان لا تقدر بثمن،
ولا يشترط على الحفاظ عليها وجود المال، بالعكس إحنا كأطباء يجب أن تكون مهنتنا غير مشروطة بالمال. وضعت اللاصق على سيارتي، تعمدت المرور بالشوارع الضيقة، تعمدت أن أقف في الأماكن التي يتجمع فيها الناس، تعمدت أنا أننا أوقف سيارتي وأنزل وأسأل يا حاج كيف حالك؟ يا حاج سمعت عن كورونا؟ يقول لي أيوة، وقالوا أن احنا بنموت. قلت له لا، أنت ما بتموتش إلا بيد الله. بالعكس طمنتهم، الناس تجمعت حولي، اللي يعطي لي تلفون يقول لي لو سمحت كلم أهلي في البيت يستشيروك، اللي يدي لي فحوصات اللي يقول لي لو سمحت انتظر بس بروح البيت وارجع. يعني الناس فعلا بحاجة إلى رعاية طبية. انقطاع الرواتب سبب للجميع، حتى اللي معهم رواتب صعب إنه يروح المستشفى، هو عارف كم يشتي. فالناس متألمين، الناس بحاجة إلى رعاية طبية. لو كل طبيب خصص من وقته لهذا العمل كم حيستفيدوا؟ التحق بعد الكثير من الاستشاريين والأخصائيين، فتحوا عياداتهم، قاموا بعمل عمليات مجانية، قاموا بعمل معاينات مجانية، شركات أدوية قدمت أدوية مجانية. استشعر الناس المسؤولية بعد الخوف اللي كنا إحنا عايشين فيه، بعد الهلع اللي إحنا كنا خايفين منه، الناس بدأت تطمن. حاولت إعادة الثقة ما بين الطبيب اليمني والمريض، لأن المريض اليمني دائما يتذمر من الطبيب، دائما يتهم الطبيب بأنه مادي، وهذا مش صح. سمعتوا القسم أنتم واستشعرتوا المسؤولية القوية هذه، الفلوس هذه الذي بتدفعوها أعتقد أنا أنه كطبيب لن تكون لها أهمية كبيرة مقابل أهمية الحفاظ على صحتك. رسالتي للطبيب، للمهندس، للمعلم، للحرفي، للمهني، للجميع، إحنا نقدر نقدم لمجتمعنا أكثر مما نتوقع. بتقديمنا للاستشارات والمعونات حنبني مجتمع واعي، متساعد، متفاني. أبداً لا تتساهلوا بموضوع الاستشارات ولو كانت بسيطة، لأن لها أهمية كبيرة عند الشخص اللي طالبها. لو خصصنا من أوقاتنا وقت للعمل التطوعي، هنا حنفيد الجميع بكل ما نملك من مفاهيم. السعادة الحقيقية تكمن في العطاء لا الأخذ. صدقوني أننا لن نصل إلى مبتغانا مع الله إلا بعد أن ننشر الحب والسلام بين أفراد المجتمع. أنا بدأت، ماذا عنكم؟ شكراً.